الأخيرة ذكر أنه this will be the last match for جاسم, يعني بمعنى أصح باللغة العربية هذه آخر مباراة لجاسم معي. لا بالعكس, ومن توري صحك طيب. لا بالعكس, المدرب توري من أكثر المدربين الحريصين على جاسم غلام, وشاف جاسم غلام يجوز هالفترة مستوى مو حقيقي, بس ما أعتقد كابتن توري أن يتكلم هذا الكلام, لأن توري من بصراحة من معجبين جاسم غلام, وأنا اليوم حبيت أنا أعوض فشيل توري وأقدم له في المباراة. طيب الريان كله صار معجب جاسم غلام. لا أكيد لازم جاسم غلام غصبا علينا يقدم مباراة جيدة ويفوز فريقه. ألف مبروك, يستاهل.